حياكم الله أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حكاياتهم. العائلة جزء مهم بحياة المريض، بحياة المتعاطي، وبحياة المتعافي أيضا، يعني بالمرحلتين، سواء كان مرحلة التعاطي أو مرحلة التعافي، وأيضا مرحلتين أكو اللي هي قبل التعاطي وبعد التعافي. هذين كلش مهمات، العائلة، البيئة، الصديق، الجو، كلش مؤثرات، مؤثرة جدا. شلون احنا دائما نعتقد الاخر هو اللي يعني متعاطي، الاخر ممكن هو اللي ينحرف، بس انا ابنائي او معارفي او اصدقائي لا، ما ممكن، ما اخذ بالي ابدا، مع انه هي احيانا تكون آفة تجتاح الجميع. فضروري نلاحظ سلوكيات ابنائنا، يعني البرنامج احنا مو فقط للمتعافين والمتعاطين، بالحقيقة البرنامج موجه قبل كل شيء للعوائل، للآباء، للأمهات، الأعمام، الأخوال، هذول اللي مهمتهم أنه يراقبون أبنائهم، دولة فيراقب سلوكه، يشوفه يسهر، يضعف، ما يأكل، ينعزل، يصير عنده كآبة. هاي النقطة ضرورية، هذه مرحلة أنه نحتاج أنه نأخذ المستشفى نحلله، حتى إذا ما قبل نغصبه، إذا ما قبل معناها أكو احتمال جدا كبير أنه متعاطي بس ما يريد يروح. ومن نجيبه للمستشفى ويتعالج ويتعافى ما انتهت المرحلة لحد هنا، لا، يحتاج انه بعد فترة 6 أشهر هو يظل يراجع المستشفى. بهاي الفترة ايضا نحاول نراقبه، نشوفه خاف ينتكس، خاف يرجع، ضروري جدا. اليوم عندنا حلقة ويا شخص من ابو غريب، تحدثت وياه او راح نتحدث وياه عن موضوع انا تحدثت وياه قبل التصوير، قال لي اهلي ما كانوا يدرون، يعني ما كانوا يدرون بالموضوع من 2019 لحد 2024، 5 سنوات الأهل ما يدرون، وهو مواليد 2003 بعد صغير، وهذه واحدة من، أنا أعدها واحدة من الكوارث، يعني كوارث بالتربية العائلية، بملاحظة عدم الملاحظة، هي ضرورية جدا. خلينا نشوف حلقتنا اليوم ويا غيث حسين. مرة أخرى حياكم الله أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حكاياتهم. ضيفي هذه الليلة من بغداد، من منطقة أبو غريب، غيث حسين. شلونك حبيبي؟ أنا بسهل الحمد لله. شلون صحتك؟ الحمد لله. أنت يا مواليد؟ مواليد 2003. 2003؟ مخلص دراسة ولا لا؟ مخلص أول متوسط. أول متوسط؟ نعم. وتركت؟ تركت. شو وقت تركت تقريبا؟ تركت 2018. شو عجب؟ توفى الوالد. اي وتركت. والدك كان يشتغل سائق مال سيراميك. اوكي. ها توفى ب 2018؟ اي وفاه عاديه يعني، كان نتل. زين، وانت بطلت حتى شنو، حتى تشتغل؟ نعم صار. ها انت اكبر اخوانك؟ لا، عندي اكبر مني. ها اكبر اخوانك واحد اكبر من عندك اشتغل ولا لا؟ اي اشتغلون. ها فانت بدك تشتغل حتى كم اخ عندك حبيبي؟ عندي ثلاثه. واحد اكبر منك؟ ثلاثتهم أكبر مني، أنا أصغر واحد. ها ثلاثتهم أكبر مني. نعم أستاذ. أخوة ما مجبور تبطل المدرسة؟ لا صارت. ها كان بيوم امتحاني توفى أبويا. بيوم امتحانك؟ نعم. زين، كان أجلت يعني، قصدي ما قبلوا المدرسين. ها نعم أستاذ. الله يرحمه. محمد دي. وش اشتغلت؟ سيراميك ويا أخوتي. ها هم يشتغلون بالسيراميك؟ نعم أستاذ. ها بال 2018؟ 2018. زين، شو وقت بدينا احنا بطريق كريستال تشن تاخذ لو شنو؟ اي نعم سم. لو 0-1. 0-1 وبعدين كريستال. بالبدايه 0-1. نعم سم. ها شلون بديت ب 0-1؟ بديت شويه اخذ. يعني منين تاخذ؟ المحشر. محشر؟ محشر. اي منو يعني؟ قصدي انت تقول اني بالاول متوسط وبطلت ورحت للشغل. اي وراها ب 2019. اي تعرفت على كم شخص. زين، وين تعرفت عليهم؟ بيوم مكان؟ باب غريب. بابا غريب. نعم يعني سمع. وين مثلا؟ بالشارع؟ اي بالشارع. بالمنطقه؟ بمقهى؟ بالشارع؟ لا بالشارع. بالشارع؟ اي من الملعب. ها يجون شويه شويه تعلمت تاخذ من عندهم 0. ووراها 0-1. نعم. ايش قد كنت تاخذ؟ اخذ باليوم 1-2. بيش تشتريهم؟ 3-10.
ثلاثة بعشرة واحدة اثنين وبعدين وبعدين باقي أضمه ثاني يوم زين. ورا فترة يوم ما يشتغل عندي جاني واحد قال لي عندي شيء أحسن من عندي بديل طعني المادة تركر السال زين. شوية شوية من نفس الزقاق دولة؟ اي نفسه زين. شوية 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 تعلمت عليه صار عندي إدمان. ايش قد كنت تاخذ باليوم؟ واحد غرام واحد. غرام واحد. ليش تشتري بالله؟ كنت اشتريه بخمسين ستين مرات. منين يجيب فلوس؟ هو اشتغل واجيب مرات يجيبوا لي ببلاش. ايش تشتغل؟ بالسيراميك تفريغ وتحميل. هو تفريغ وتحميل ايش قد باليوم تحصل مثلا؟ انت تقول لي 25 30 وهو هذا الغرام ب 60 منين يجيب؟ اي بس مو يوم ياخذ. ها يعني بالاسبوع مره كل اسبوعين اخذ. بالاسبوع مره؟ اي عاد اشتري واحد يعني اضمه يخليه يكفيني. وبعدين؟ وبعدين اسبوع اشتغل النوب واجيب الثاني. اي شيء اسوي مراوس. زين ليش وقت ظليت على هاي الوضعيه؟ لحد 2024 حد هسه. ايه انت شو كنت دخلت مستشفى؟ صار لي 19 يوم. ها بعد لك يومين تطلع ان شاء الله. وشنو هسه وضعك؟ والله الحمد لله مرتاح، اكلي مرتاح، شربي، نومي فرق، احس فرق زي وايد. زين من جاي ياك المستشفى؟ اخوي. اخوك كبير؟ لا الوسطاني. الوسطاني. زين اهلك شو كنت عرفوا؟ هي ب 2024 عرفوا ب 2024؟ ايه. وذيك الفترة كلها ما عرفوا؟ لا. ايش عجب؟ ليش؟ هم خليني على راحتي. يعني ما يحاسبوني ابد. ما يحاسبوك؟ ايه. يعني قصدي ما لاحظوا انت جسمك ضعف مثلا، وجهك تغير، ما تنام. ايه هاي السنة قاموا يعرفون، شكوا بي. ذيك السنة ما شكوا؟ لا، ما كان مبين علي. انتوا كلكم بيت واحد حبيبي؟ ايه. بس كلكم. اخويا واحد طالع. والباقيين وياي. والدتك عايشة؟ عايشة. تمام. ومن عرف بيك؟ اخويا كبير. اخوك كبير؟ شلون عرف بك؟ عرف بي من شغله صارت بسيطه واكتشف. مثل ايش يعني؟ لقى عندي ضام هنا. يعني طب غرفتك فتشها؟ ايه. ليش فتش هو ذا مشاكل بك؟ شاك مو ايش كان واحد رايح وحاكي له. ها. من جماعتي. زين. شافن وقعدني نصحني وحكى وياي شجعني ان اجي المستشفى. وانا ما انسى الفضل اللي سواه لي اخوي الكبير. طبعا اكيد انا اخوك هو بالنهايه يعني. هو ماكو بيناتكم ما فضل. ما قصروا وياي. نعم. كل شيء. اجوك زياره؟ اجوني زياره مرتين وكيفهم وشافوني. ها. انسى. زين. من لزمك اخوك اللي اجيت؟ انت ما كنت ما مقرر. لا لا ما كنت مقرر اجي. شلون يعني كنت مقرر؟ كنت مقرر انا وصاحبي. يعني ليش ما اجيت اذا كنت مقرر؟ كنت مقرر وحتى راسلتك استاذ. راسلتني؟ اي. ها. راسلتك و شو وقت راسلتني؟ راسلتك قبل فتره قبل ما طب المستشفى. يعني ايش قد قبل ايش قد قبل شهر اكثر؟ اي هاي لا قبل شهر. قبل شهر. راسلتك ودزيت لك طلب على الفيس همات. نعم. وما جاوبتني. ما جاوبتك؟ اي طلعت على الفيس. بالرساله ما جاوبتك؟ اي. من الرساله على الخاص. على الخاص؟ اي على الماسنجر على الخاص. يعني على المخفيات. إيه بس أطلع. انا حتى المخفيات اجاوبها ما عندي واحد ما اجاوبه. نعم راسك انا امس. بس نصحوني اجي لهاي المستشفى. خو ما يخالف هسه اوكي هاي المستشفى زينه جيده احنا بدليل ان احنا نصور بيها يعني. نعم. بس مستشفى العطاء ايضا مستشفى جيده وزينه وبيها تفتيش وبيها انضباط وبيها نفس النظام يعني هم باحث اجتماعي وبيها انت قابلت الباحث الاجتماعي هنا؟ إيه مرتين جوني. مرتين؟ ومن يوم الصبح جوني هم. ها. سويتوا جلسات جماعيه ايه. لو ايه وفرديه سووا حكيت وياهم؟ اي نعم استاذ. ها زين وطبيب نفسي شافك؟ لا يعني شلون دخلت المستشفى اول مره؟ اول مره سوالي تحاليل. طبيب؟ اي طبيب ايه؟ دكتوره سوت تحاليل. جيد. وصعدوني تحاليل عامه. تحاليل عامه. زين ايش قد تبين النسبه عندك يعني بوقتها؟ ما قالوا لي النسبه ايش قد. ها صارت عندك امراض اخرى مثلا شيء؟ لا ما صارت عندك. لا لا الحمد لله. انت مواليد 2003 قلت لي. نعم يعني عمرك 21 سنه. نعم. زين ومن تطلع شنو ناوي تسوي حبيبي؟ شنو ببالك يعني؟ ببالي اشتغل ويا اخوتي. زين. والمعشر عوفه. لان اخوتي حيل تعبهم. اخوتي حيل تعبهم. تعبهم. تعبهم حيل.
لا حجازين بالأحسن إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. شو هم شو كنت تعبوا كذا تقول هم بال 2024 يعني عرفوا ايه؟ هم لا عارفين 2018 إيه كان من عالم من هذا الشيء. هم كان تعبوا أكثر قصدي ايه؟ يعني. زين أنت من تركت تركت الصفر واحد ظلت بس على كريستال؟ خمسة. ما أخذ الشيء آخر؟ لا لا. ها. وهنا من صعدت أول يوم شنو؟ أول خمس أيام نايم. نايم؟ ما أدري بالدنيا وين معاي. ها. يعطوني بس علاج وأكل وأنام. وتنام. وراها شوية شوية بديت أتحسن. وتعودت بعد. أنت كنت إيش قد تسهر؟ كنت يومين هيك. يومين تسهر؟ إيه. زين وين تروح بهاي اليومين؟ بالبيت. بالبيت؟ إيه. ها. أنت وين تدخن أصلاً ويا أصدقائك لو هم بالبيت؟ لا بالبيت. بالبيت عندك غرفة وحدك لو شنو؟ أي فوق. وحدك. إيه. وهاي هاي السنين كلها أنت بالغرفة وحدك يعني؟ تشرب؟ إيه لا مرات أروح مع جماعتي. ومرات بالغرفة. مرات بالبيت. وما عرفوا أهلك نهائياً؟ لا. شنو؟ ما أخليهم يشكون بي. شلون ما تخليهم يشكون؟ ما طلع لهم أي دليل علي. في الأخير أخير شيء عرفهم لقوني عندي وعرفهم. يعني قصدي شلون مثل ما هو انت شكلك مثلا من ينامون هم انا صعد فوق من ينامون هم تصعد فوق ايه زين اخذ الماده اوكي ما يخالف هسه اتفقنا قصدي انت من ضعفت تغير حالك ما انعزلت وحدك لا انعزلت انعزلت ما لاحظوا عليك هذا لا الشيء لا حرام زين قصدي مو ال 24 قبل ال 24 ما لاحظوا عليك كانوا يلاحظون بس ما بيدهم شيء يعني يحكمون ليش؟ ماكو دليل علي فعلتنا زين انت من كنت تطب البيت شلون طب المادة؟ أضمها وطب ها ماكو تفتيش لا لا ماكو زين انت قلت من توفى والدي بال 2018 ايه؟ توفى والدك؟ ايه؟ انت رحت للشغل بال 2019 انت بديت ايه؟ رحلة الإدمان ايه؟ بال 2019 بال 2019 زين منو اجى زارك هسه بالمواجهة حبيبي؟ أخوتي وأمي أخوتك وأمك؟ ايه؟ ها انت ما متزوج؟ لا الحمد لله ما متزوج شو لا الحمد لله ليش هو زواج يعني واحد يقولوا له متزوج يقول لا الحمد لله زين تمام اوكي اذا مراقبه العائله ضروريه بس التكثيف والشك بالمتعافي ورا ما يخرج هذه هم مو صحيحه احيانا نولد رد فعل عكسي عنده بقد ما انت تدقق وياه لان انت من حرصك وين طلعت وين طبيت ها رجعت ما ادري شنو هواية ناس أعرفهم وشباب أعرفهم رجعوا للمخدرات نتيجة الضغط العائلي اللي عليهم إنهم ما يصدقون بي تراقبه شيء تكون حريص عليه شيء هذا وتظل الشك بي وتضغط عليه هذا الشيء آخر هذه العائلة تكون تحاول تمسك العصا من الوسط يعني لا تضغط عليه كل شيء هواية ولا تهمله نهائيا خلينا نكمل قصة غيث حسين أنت شنو شغلتك بالسيراميك؟ تشتغل؟ أفرغ وحمل. تفرغ وتحمل. إيه. ها. من كنت تشيل يعني السيراميك مالتك وهاي الغراض تفريغ والتحميل ما كنت تعاني من تعب وفشل. مرات أعاني مرات ما أعاني. مو باعتبار هاي المادة منشطة. إيه. زين وراها من دخلت المستشفى هنا ما حسيت بآلام شيء؟ لا رجلي ما أحس به هنا أول فترة. أول فترة يا فترة تفصل. أول ما طبيت أول ما طبيت إيه رجلي ما تحس بيهن رجلي ما أحس بيهن ورأسي يفتر أول عشرة أيام ما هيك الحالة ورا عشرة أيام أول عشرة أيام رأسك رأس ورجلي زين ما أحس بيهن زين ورا العشرة أيام بديت أخذ العلاج بصورة صحيحة نعم وشافيت والحمد لله الحمد لله أنت قصدي ما تحس بيهن يعني ما صار عندك ألم بيهن ألم إيه ألم صار عندك إيه زين من صار عندك ألم طوق علاج؟ أي طوق علاج. ها يعني قصدي سكنت مو أكو مرات ناس يعني يجي يقول لي أنا أرد أروح أتعالج بس أنا مثلاً أرد أتعالج بالبيت أرد أخذ علاج وأرجع للبيت. أخذته بس ما فاد. أخذته بس ما فاد. أنت؟ أي شو وقت أخذته؟ قبل ما طب المستشفى. بش قد تقريباً؟ بعشرة أيام. ها ما هو أنا هذا اللي أقوله أقول أحياناً ما يشتغل عده لأنه من يصير عده أعراض انسحابية يرجع. ايه ينتكس يعني يرجع للماده المخدره زين من جيت قبل 10 ايام جيت وحدك لو هم جاوا لك وياك لا اهلي وياي واخذت حبوب علاج ورجعت علاج من نفق الشرطه زين ودكتور اخصائي ها مو المستشفى لا اول 10 ايام قبل ما طب المستشفى رحت الدكتور اخصائي دكتور اخصائي زين طاني علاج زين واخذته بس ما فاد وياي
مفادي لك شلون بس قول لي يعني شنو المفادي؟ مفادي يعني جسمي كله يوجعني، انام هواي، زين راسي يوجعني، اظل اهويس. اجيت للمستشفى. لا بس قبل فتره، فد لحظه قبل لا اجيت للمستشفى، بما انه العلاج 10 ايام مفادي لك، انت شو وقت رجعت للادمان؟ بهاي العشر ايام كم يوم، كم يوم من وراء علاج الطبيب ورجعت؟ تذكر؟ 8 ايام 6 ايام. ها ورجعت؟ رجعت. زين يعني ما كملت، ما هو العلاج شوي يحتاج لوقت. ما كنت مفكر هيك. ما كنت مفكر هيك. بعدين قلت لأهلك ودوني المستشفى لو هم بعدين انا قررت قلت لهم راح المستشفى كيف. زين انت تقول حكيت وياي بالرسائل وما انتبهت لرسالتك، يعني انا ما اعتقد انه ما ارد، لانه مرات بالبدايه بدايه البرنامج كانت مئات الرسائل وكانوا ناس يساعدوني بهاي القضيه. الله يسعدك. بس هسه شويه نوعا ما خفت لان بدات الناس تجي العلاج، وبدات ايضا يمكن مكافحه المخدرات بدات تشتغل يعني بشكل اوسع وبشكل اصح يعني، وبدات يعني تلقي القبض على بعض التجار. فالرسائل اللي تجي المهم بكل الاحوال انا اجاوبها واشتغل عليها بهذا المجال. قصدي انه انت شايف البرنامج من شو وقت؟ شايفه من زمان. من زمان. اثر عندك هذا الشيء لو لا ما اثر؟ اي اثر. ها تتذكر الحلقات اللي اثرت عندك؟ اي يا حلقه بيني مال محمد. محمد يا محمد الجبار. من هو غريب هذا محمد الجبار؟ التقينا وياه اتذكر بالقاعه مال التدريب. تعرفه؟ اللي قال نودي بالتليفون خليه بالتليفون اطلع للشمال. ايه هو هذا نفسه؟ ايه نعم. تعرفه اقول لك؟ ايه حق السلام بيناتنا. ها حق السلام. اروح اصلح التليفون يعني. على ذكر القاعة انت هم تنزل للقاعة؟ ايه. ايش قد كل يومية؟ كل يومية تنزلون له شو؟ ايه يوم ملعب يوم قاعة. يوم ملعب يوم قاعة. شنو تمارس رياضة انت هسه؟ العب طوبة. تلعب طوبة؟ ايه. ها زين. الحمد لله. الحمد لله. زين. قلت لي من تطلع منا ناوي ترجع ويا اخوتك تشتغل؟ ان شاء الله. زين. احنا مرات نوصل يعني نوصل المتعافين بعض الوصايا حتى هم الدكتور هنا الدكتور النفسي والباحث الاجتماعي وايضا من خلال البرنامج انه مثلا يكسر السيم كارت مالته يغير تليفونه يغير اصدقائي يغير حسابه بالفيسبوك لانه انت بعدك يعني ما مكتمل العلاج انت صح تطلع 21 يوم بس انت تدري راح اظل تراجع المستشفى مده 6 اشهر او 6 اشهر اي قالوا 6 اشهر قالوا لك 6 اشهر ست شهور انت كل اسبوعين وكل اسبوع لازم تراجع مره يسوي لك نفس التحاليل ويعطوك علاج شوي شوي بدون بالتدريج وياك لحد ما يعني تشافى ان شاء الله شاء. بس انت بكل الاحوال عبرت المرحله الاخطر اللي هي مرحله الاعراض الانسحابيه اللي تقول رجلي يوجعني أيه وراسي كذا زين منو هنا وياك بالردها فوق من ابو غريب لو بس انت اجيت لا لو اكو ناس وياك اي اكو ناس ايش قد تعتقد المخدرات منتشره ابو غريب رأيك؟ 60% إيه؟ مو هواي هاي النسبة؟ اي هواي عادة اغلبهم كريستال لو صفر واحد إيه. اكثر شيء اكثر شيء كريستال اكثر شيء كريستال زين هسه لحد قبل لا تيجي انت تقول كنت بال 2019 افتر ب 50 هسه ايش قد بيش صار هسه تقريبا 150 150 إيه. بابو غريب إيه. اكو بعض المناطق 90% ليش تعتقد يجي هو يصعد جاي يصعد تدريجا ليش يصعد؟ ما اعرف ما تعرف؟ لا يعني اقول لك ليش انا اقول لك ليش؟ يعني هسه حكينا احنا بهذا الموضوع انه مديريه مكافحه المخدرات مديرها العام اللواء احمد الزرقاني هذا الرجل يشتغل صح وجاي يلقي القبض على التجار جاي يلقي القبض على المروجين وبالتالي جاي يضيق عليهم فشوف هي مساله عرض وطلب يصير شحة طبعا صار شحة اللي كان ب 25 وب 20 وب 15 وصل لغرام هسه 150 10 اضعاف يعني من 15 الى 150 هذا تقدم ملحوظ بالنسبه لقواتنا الامنيه ما كنت على ذكر القوات الامنيه ما كنت تخاف بيوم من الايام تلزم لا كنت اخاف ها شو اسوي؟ اظل اهوس اخاف ها والله بالبيت وتخاف؟ لا بالشارع من اطلع بالشارع يعني انا ما عندي شيء بس اظل خايف ما عندك شيء؟ احس اني مسوي شيء غلط نعم اظل خايف اظل مرتبك قبل ارجع البيت هم صارت عندك هلاوس شيء تخيلت اشياء ما موجوده هو بدنا اقول لك اظل افكر بالشرطه بالشرطه و... ايه نعم
زين هسه من جيت للمستشفى ما حسيت ارتاحت بعد خلاص من هذا الخوف؟ طبعا ارتاحت. انتهى الموضوع؟ ان شاء الله. زين هم صارت لك مشاكل غيث؟ بالشارع، بالبيت، ويا الاصدقاء، ويا العائله؟ لا مشاكل عائليه. مشاكل عائليه؟ ايه. ورا ما عرفه ولا قبل ما يعرفون؟ قبل ما يعرفون ورا ما عرفه. ها. على شنو مشاكل مثلا تستحق له انت؟ لا تستحق. ها. لا. تستحق. وخارج البيت هم صارت مشاكل عندك؟ لا لا الحمد لله. مو اغلبهم اكو بهم مرات يعني يندفع اكثر، يسوي ايه مشكله اكثر. يعني مشاكل برا هواي تصير. اي هي الماده بها مفعول دافع، مفعول دافع. تدفع. تدفع. نعم. شنو كان اكثر شيء يؤذيك بها؟ النوم. النوم. ما انام. ما تنام؟ ابد. قصدك السهر يعني؟ السهر. 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 ما تقدر تنام؟ ما اقدر انام. زين مرات تجيني حالات تبكي بس اريد انام. تبكي؟ اي بس اريد انام، بس اريد انام. تاخذ اشياء منومه ولا ما تاخذ؟ لا لا ما تاخذ. لا ما اخذ. وحتى لو اخذت يمكن هم تنام. لا ما تشتغل. زين اذا انت مرات تقول اوصل لحد البكي، ليش ما فكرت تجي المستشفى قبل هاي الفتره؟ الفتره اللي بكيت بيها مثلا ثاني يوم تفكر تجي؟ ما كان ببالي هذا الشيء. ها؟ بل. ما كان ببالي. زين هسه انت ان شاء الله بدايه جديده؟ ان شاء الله. ما عندك شيء بعد؟ لا ما عندي شيء. متاكد لو؟ لا. مو اكو ناس هنا الطب مرات تنتكس يعني هم يرجع هسه. لا لا ان شاء الله. تتذكر من صعدنا هسه وسالنا اكو كم واحد كانوا واقفين يمك قالوا هذا دخول ثاني. اي صحيح. تعرفهم فوق؟ اي اعرف. هاي دخول ثاني معناه انه طالع ومنتكس وراجع هسه مره ثانيه. فاحنا ما نتمنى لك هاي الفقره. لا ان شاء الله ما اريد لك تطلع منها قبل المغرب. تترك هاي الناس المزينة إن شاء الله وتهتم بنفسك وشغلك. أنت 21 سنة يعني مقتبل العمر والحياة تستوى فاتحة أدراحها إليك يعني. والله تطلع تأسس حياتك تشتغل صادق ناس صح همينة إن شاء الله. يعني هذا الطريق نهايته موت أو السجن. موت لو سجن. موت لو سجن. يعني هذا المزينات يعني. عموما أنت بطل حبيبي. الله يسلمك سعد. وكل السعيدين بلقائك. قناة العراقية عادة باللقاءات تقدم مكافأة مالية وتقدم درع مكتوب عليه بطل الحكاية من شبكة الإعلام العراقي قناة العراقية العامة. بطل الحكاية أنت اليوم بطل حكايتنا. هذا الدرع الريدة يكون مصدر فخر إليك إن شاء الله. يعني من ترجع لأخوتك أو لوالدتك او ترجع تخليه بالبيت حتى تقول لهم اني خلاص انتهى موضوع يعني انا اعتقد انا شخصيا اعتقد بغض النظر عن طبعا ايضا يعضد رايي راي الاطباء وكذا انه اللي يخلص من افه الادمان هذا بطل بطل طبعاً. حقيقي. كل التوفيق حبيبي. الله يسلمك. كل التوفيق. اذا شفنا من خلال حديثنا ويا غيث انه الكريستال اللي كان غرامه 15 الان صار 150 بابا غريب وكو 90 وكو 80 وكو أسعار متفاوتة بس بشكل عام الأسعار جدا صعبة. وهذا المؤشر دائما نقوله وقلناه بالحلقة أنه يدل على أنه قواتنا الأمنية وزارة الداخلية تأدي الدور بشكل رائع. نقول لشبابنا هذا الطريق نهايته يا أما تكون بيد القوات الأمنية وبالتالي تروح للسجن يا أما طريقك الموت. فالأفضل تختار طريق العلاج. في أمان الله. Thank you.